المسيح قام حقا قام، ونحن شهود على ذلك. كثير مهم انه نحن ما نكتفي مع بعضنا انه نقول المسيح قام حقا قام، ونزيد جملة ونحن شهود على ذلك. وليش هذا الشيء؟ اول شيء لانه تتم الفرح فينا، ثاني شيء مش لانه ما في حدا تيشهد لايام يسوع المسيح اذا نحن ما شهدنا. ربنا من الحجارة في يعمل شهود ليسوع المسيح ولأيامته، بس لأنه وقت بنقول ونحن شهود على ذلك نتذكر أنه كل شيء عشناه بأسبوع الألم، نتذكر أنه موت قيمة سيدنا يسوع المسيح هي كانت من أجل كل واحد بيننا، من أجلي من أجلك. مشان هيك وقت بقول وأنا شاهد على ذلك ونحن شهود على ذلك والكنيسة تشهد على ذلك، معناتها نحن بنعترف أول شيء بموت قيمة يسوع المسيح من أجلي أنا، اعتزيته من أجلي أنا، وشهادتي تجي من اعتراف في أنا بمحبة يسوع المسيح لإلي. هذه المحبة اللي لمستني، هذا الصليب اللي حمله يسوع المسيح من أجلي، الموت اللي أخده على ذاته يسوع المسيح من أجلي، والقيامة اللي بريد أنه أنا أعيش فيها. معناتها وقت أنا بشهد لهذا الشيء أنا أدخل بقيامة يسوع المسيح وأكون أنا كمان قائم من بين الأموات. المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك. حييكم مشاهديتي في تشاريتي ويلي عم تتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كان على صفحة الفيسبوك لتي تشاريتي أو العلمية برسولية لاتينية بكرياء أبوستوليك ديلتا. حييكم مجددا ومنكمل مسيرتنا مع بعضنا مع قراءات الأحد، ونحن اليوم بالأحد الثاني يلي هو من بعد قيامة سيدنا يسوع المسيح. منبلش مثل العادة بصلاة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الإله القدير الأزلي، أنر ظلمات قلبي، أعطني إيمانا مستقيما ورجاء ثابتا ومحبة كاملة. أعطني يا رب تحسسا وإدراكا كي أعمل وصيتك ومشيئتك القدوسة آمين. من بعد هذه الصلاة يلي كمان مرة طلبنا من الرب أنه ينور قلوبنا، معناتها يعطينا دائما أنه نعيش بضوء القيامة، نحن بهذا الضوء بدنا نجرب نقرأ مع بعضنا القراءات يلي هي لنا اليوم. شو بتقلنا القراءات بالسنة الثالثة سنة جين من الليتورجية اللاتينية بهذا الأحد الثاني من زمن الفصح؟ القراءة هي من أعمال الرسل فصل 5 من 12 ل 16، 5 آيات كتير بسيطين بخبرونا بقولونا أنه كان يجري عن أيدي الرسل في الشعب كثير من الآيات والأعجيب، وكانوا يجتمعون كلهم دون استثناء في رواق سليمان. معناتها كانوا بعدهم الرسل من بعد موت وقيامة يسوع المسيح ظلوا يروحوا على الهيكل. رواق سليمان هو مطرح على مدخل الهيكل وين كانوا يجتمعوا فيه كثير من الأشخاص قبل ما يدخلوا إلى الهيكل حتى يصلوا، وكمان هذا المطرح كان بيجتمع فيه اليهود وغير اليهود، وكانوا المسيحيين يجتمعوا بهيدا المكان ويتعاطوا ويحكوا مع بعضهم، يتعاطوا بأمور الرب، يخبروا بعضهم عن يلي عاشوا مع يسوع المسيح وغيره من الصلوات يمكن أو من الأمور. بيقول بكمل النص بيقول ولم يجرؤ أحد من سائر الناس أن ينضم إليهم، مع أن الشعب كان يعظم شأنهم، لبل كانت جماعات من الرجال والنساء تنضم إلى الرب بالإيمان، حتى أنهم كانوا يخرجون بالمرضى إلى الشوارع فيضعونهم على الأسرة والفرش لكي يقع ولو ظل بطرس عند مروره على أحد منهم. كانوا يتطلعوا فيهم لهدول الأشخاص، للمسيحيين الأول يلي كانوا يجتمعوا على مدخل الهيكل وكانوا ما ينضموا إليهم بس يتطلعوا فيهم بإعجاب، كانوا يعظموا شأنهم بأن النص.
كان في كتير من الناس كانوا إذا ما كانوا ينضموا إلهم بطريقة واضحة ينضموا إلهم بالإيمان، معناتها يقبلوا إيمان المسيحيين الأول. هذا الإيمان معناتها يبلش يحكيهم بقلبهم، بلش يقلهم شيء عن يسوع المسيح الناصري من خلال ما هن يشوفوا كيف هن المسيحيين الأول وقت يجتمعوا كانوا يكونوا مع بعضهم، لدرجة أنه كانوا يجيبوا المرضى إلى الشوارع حطوهم حتى هن وبالفراش تبعهم حتى ولو يمروا تصوروا خيال بطرس حتى هن يشفوا على مرور بطرس من هونيك. حلو كتير هذا النص، لأنه بشو بذكرنا؟ بذكرنا بمرور يسوع المسيح، بذكرنا أنه وقت كان يسوع المسيح يمرق من مطرح كانوا يجيبون المرضى حتى يتعافوا، حتى يسوع يطلع فيهم، حتى يسوع يسيهم، حتى يسوع يشفيهم، حتى يسوع يعمل آيات وأعجيب معهم. وبكمل النص بأن وكانت الجماعات تبادر من المدن المجاورة لأورشليم تحمل المرضى والذين بهم مس من الأرواح النجسة فيشفون جميعا. هيك بيخلص النص، انه منشوف هالاول جماعات اللي موجودين، الجماعات المسيحيه، معناتها بكميزه معينه كانوا يروحوا بعد على الهيكل، بعد معناتها كانوا بعد ما صار في مشكل اذا بدكم بين المسيحيه واليهود، بس كانوا جماعه بتجتمع برواق سليمان، يعني بالمطرح يلي برا بعد ما دخلوا الى الداخل يجتمعوا مع بعض. كانوا الناس يقشعون، لانه كانوا يقشعون ويقشعون مع بعضهم كانوا يبلشوا يؤمنوا بيسوع المسيح. الآيات والأعجيب بيشوا بالمرحلة الثانية، مش لأنه كان بطرس عم بيعمل أعجيب بلشوا يؤمنوا، النص كتير واضح هون إنه لأنه شافوا المحبة، لأنه شافوا الناس مجتمعين مع بعضهم باسم يسوع المسيح بلشوا يؤمنوا بيسوع المسيح. مش معناتها ما كان في خلافات، مش معناتها ما كان في إذا بدكم تناقض، مش معناتها كانوا كلهم بالنسبة لهم واضح الإيمان، لا، بس كانوا كلهم بيعرفوا إنه إذا نحن مجتمعين حول شخص اسمه يسوع المسيح مات من أجلنا على الصليب وقام من بين الأموات نحن بنؤمن فيه، لأنه في إيمان واحد بيجمعنا، مشان هيك تجمعنا محبة واحدة، لشانك نحن نشهد ليسوع المسيح القائم من بين الأموات بقلب هيدا الإيمان يلي بيجمعنا، يلي هو أكبر من أي عنصر إذا بتكون معقولة يفرقنا عن بعضنا البعض. هيدي الصورة اللي موجودة قدامنا عن أول جماعة مسيحية هي صورة كتير حلوة ونحن بنطمح لها ومنريد أنه تكون. والقديس لوقا يلي كتبنا أعمال الرسل أكيد هو عم بيفرجينا هذه الصورة وبيعرف انه هذه الصورة يمكن شوي هيك ايديال بالنسبة لنا، هذه الصورة شوي اكبر بكتير من يلي نحن يعني يلي الصورة يلي نحن بنطمح لها وبنعرف، بس انه بالحقيقة يمكن كنيسة اول جماعات مسيحية كانت مثلنا نحن. نعرف من غير ما تارح بعمل الرسل انه كان في خناقات، في مين بفضل بولس مع بطرس، حدا تاني، بس كانت دائما الكنيسة ترجع ترد كل الأشخاص وتقول نحن لا يسوع المسيح، يسوع مات من أجلنا، يسوع آمن من الأموات، يسوع هو ابن الله المتجسد والحي والقائم من الأموات، هو يلي بيجمعنا وما حدا غيره بيجمعنا، نحن شهود على ذلك. مشان هيك هذه الشهادة هي يعني بتخلينا نكون مع بعضنا شهود، لأنه كلمة شهودية بالجمع، فهيك تنشهد مع بعضنا لقيمة يسوع المسيح، وهيدي الجمعة مع بعضنا تنشهد ليسوع المسيح هي اللي بتخلي إنه الآخرين يؤمنوا إنه يسوع المسيح هو فعلا قائم من بين الأموات. إنجيل يلي الكنيسة بتقدم لي إياه هو زيت الإنجيل بتاني أحد من الفصح دايما، إذا كان بسنة ألف أو باء أو جيل هو زيت الإنجيل يلي نحن تأملنا فيه أيضا بالسنة الماضية بهذا الزمن زيته.
بس رح نرجع نشوفه لهذا الإنجيل مع بعضنا، ويمكن ناخذ نقاط مختلفة عن يلي أخذناها هذه السنة. نقول النص يلي هو من إنجيل يوحنا فصل 20 من 19 ل 31. بيقول في مساء ذلك اليوم، يوم الأحد، كانوا التلاميذ بالدار، أغلقت أبوابهم لأنه كانوا خايفين من اليهود. فجاء يسوع وقام بينهم وقال لهم: السلام عليكم. قال ذلك وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ لمشاهدتهم. ده حلي دغري وقول أنه بمساء ذلك اليوم بيكمل بقلنا يوحنا يوم الأحد. يوم الأحد يلي هو يوم القيامة، يلي هو أول يوم من الأسبوع. عادة يوم الأحد عند اليهود كان نهار بيروحوا فيه على الشغل، كان السبت يلي ما بيروحوا فيه على الشغل. بس اليوم نحن بنفهم أنه مع قيامة يسوع المسيح أصبح نهار الأحد هو يوم الرب، يوم القيامة، اليوم الجديد يلي منه تنطلق الخليقة الجديدة. معناتها الخلق الجديد بلش بأول يوم، اليوم الأول. معناتها ربنا رجع خلق كل شيء عن جديد بموت قيامة ابنه، نهار القيامة يلي هو يوم الأحد بالنسبة لنا نحن، يلي هو أول يوم من الخليقة الجديدة يلي نحن مدعوين أن نكون بقلبها ونكون فيها ونكون منها. مشان هيك نحن نجتمع امتين، نجتمع نهار الأحد نروح على القداس، نهار الأحد بنشارك بالقداس بالذبيحة الإلهية سوا، نهار الأحد نحتفل نهار الأحد بقيامة يسوع المسيح، نحتفل بقيامتنا أيضا مع يسوع المسيح بهذا العالم الجديد يلي نحن ربنا بيسلمنا إياه كمان مرة، بحطه بين إيدينا وبقلنا: أنا هذا الكون كله بحطه بين إيديكم، أنتم القائمين من بين الأموات باسم ابني يسوع المسيح، ومع ابني يسوع المسيح ومعي أنا بقوة الروح القدس تهتموا بهذا الكون، تهتموا بهذا الأرض، تهتموا بإخوتكم البشر لحتى نكون مع بعضنا عم نبني الملكوت يلي هو ملكوت الله، يلي هو الملكوت بليق بالإنسان يلي خلق على صورة مثال الرب. بتكون الأبواب مغلقة. ليش؟ لأنه هني خايفين. وبيدخل يسوع، فجاء يسوع قام بينهم، هيك وصل يسوع بيناتهم. وهذا في خلينا نفكر بكل واحد بيناتنا، إنه كتير أوقات بحياتنا اليومية نحن كمان قلبنا بيكون مغلق على يسوع المسيح، بيكون يسوع المسيح بعيد عنا نحن، بيكون مش لأنه هو بعيد، لأنه نحن بنكون بعدنا يعني، بس نحن كتير أوقات بنستعمل كلمات بشعة شوي. يقول هو بعد عنا، يسوع المسيح مات على الصليب، مات إنه كأنه هو يلي راح. وننسى كتير أوقات إنه في حالات معينة بيكون نحن اللي متنا، نحن اللي بعدنا عنه ليسوع، إحنا اللي ما بقى بدنا نعرف شيء عنه، وما بدنا ننفتح على وجوده، ما بدنا ننفتح على كلمته. هون هني خافوا كتير، لأنه انتظاراتهم بيسوع المسيح ما تمت مثل ما هني كانوا مفكرين. إذا بدكم بطريقة مختلفة، بلفهم يسوع بموته على الصليب، بلفهم وضاعوا وراحوا تخبوا هني كمان. الخوف يلي موجود هون مش بس خايفين من اليهود، بمعنى انه اليهود رح يجوا يمكن يوقفون، بس كمان خايفين لانه في مطرح كل شيء امنا فيه وينوه، كل شيء حطيناه، كل امانه اللي حطيناهم بيسوع وبينني، هل يا ترى خلصت القصه هون كلها؟ معقول كون خلصت كل شيء هون؟ معقول كون انتهى كل شيء؟ يسوع القائم من بين الاموات ياتي ويقيم بينهم ويقول لهم: السلام عليكم. وين نحن موجودين؟ نحن موجودين بأورشليم بعدنا. حلو كتير انه بأورشليم يلي هي مدينة السلام، يسوع المسيح القائم من بين الأموات يقول: السلام عليكم. حلو كتير انه نحن نعرف انه اصبحت أورشليم مدينة السلام بهيدا النهار، لانه السلام يأتي من يسوع المسيح. من الإيمان بيسوع المسيح القائم بين الأموات. تعالوا نفكر أنا وياكم شوي، أخذ وقتها
بهذا الإيمان. وتنحنا من إيمان. وتنحنا منعرف بداخلنا أن يسوع المسيح انتصر على الموت. قديش قلبنا بيرتاح. قديش منعرف أنه نحن كل شيء عم نعيشه اليوم بقلب إطار الإنجيل. بقلب إطار هويتنا كأبناء وبنات الله. بقلب إطار إيماننا. قديش هذا الشيء بيعطينا سلام داخلي لإلنا كمان. وبيعزينا أمام كل ضغوطات الحياة. أمام كل أيضاً الصلبان يلي نحن نحملهم عادةً. بيكمل يسوع بيقولون من بعد ما هني فرحوا. فرحوا معناتها دخل السلام إلى قلبهم. بيقولون شغلة حلوة كتير. بيقولون السلام عليكم. بيكمل النص كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضاً. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم خذوا الروح القدس. من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسكوا عليه. حلو كتير هذا النص. يسوع القائم من بين الأموات بيقول لهم التمييز أنا عملت اللي علي بس أنا معكم كل الوقت. وعدنا بإنجيل متى ها أنا ذا معكم طوال الأيام حتى انقضاء الدهر. بس زيت الرسالة اللي أنا عندي إياها بكلم يا هيدا الرسالة بلخصها هيدا الرسالة بكلمتين كتير صغار تحملوا غفران الخطايا وتعطوا غفران الخطايا لكل إنسان. شو بده معني ترى بالآخر شو بده؟ ولا قال لهم بدكم تركعوا قدامي 10 مرات ولا 20 مرة ولا 30 مرة ولا قال لهم بدكم ترفعوا رايات مكتوب عليها نحن بدنا ندافع عن الرب وبدنا نخلص يسوع المسيح وبدنا نخلص مدري مين. قال له بدي الغفران بدي المسامحة بدي العلاقات بيناتكم ترجع تلاقي نمطها الطبيعي وين الإنسان ما بقى يحارب خي الإنسان وين الإنسان يعرف إنه خي الإنسان التاني هو شريك لإله بالحياة منه منافس منه عدو بس سوا بيقدروا يعملوا مسيرة حياتهم مع بعضهم البعض سوا مدعوين أن يبنوا الملكوت. حلو كتير أنه نحن بهذا المطرح نعرف أنه رسالتنا شو هي بالآخر أنه مع يسوع المسيح نحن نشيل نقبع كل شيء هو بيخلف الإنسان عن الآخر ببعد الإنسان عن الآخر. نرجع نزرع هالصليب صليب محبة يسوع المسيح يلي بضم البشرية لبعض البعض وبيعمل منا عيلة واحدة. بيكمل النص وبيقول انه توما احد 12 ويقال له التوأم توأم كل واحد بيناتنا ما كان موجود. بقى بيقول لباقي التلاميذ بيقولوا له لقد رأينا الرب. بيقول لهم انتوا شفتوه اوكي بس انا ما شفته. اذا انا ما شفت اثر المسامير على ايديه وحطيت اصبعي وما شفت ما حطيت ايدي بجنبه انا ما بآمن. بيكمل النص بأنه بعد 8 ايام يعني الاحد يلي بعده بيوم الرب يوم الخلية الجديدة يوم القداس لإلنا يوم الاحتفال بقيمتنا وبخلاصنا يأتي يسوع المسيح مرة أخرى وبيدخل لإلون والأبواب مغلقة بعدها مغلقة. يعني ما كفى أول مرة يقول لهم أنا بعطيكم زيت الرسالة ما كفى أول مرة أنه نفخ فيه وعطيه روح القدس وأرسلهم. بعد تلميذ بعده ما استوعبوا في شيء بعد ما خلص بالنسبة لإلون في مسيرة بعد ما خلصوا يعملوها. ما كفى أنه يظهر لإلون يسوع بعد هني بحاجة أنه الخبرة تكمل. خبرة مين بعد يمكن ناقصة يمكن خبرة توما يلي هو أحد الاثني عشر. الكنيسة ما فيها تعرج معناتها كل واحد من قلب الرسل والرسل مجتمعين مع بعضهم البعض هن البشارة بقيامة يسوع المسيح.
ما بيقدر يكون في واحد من هالرسل 12 او 11 اللي بقيوا اذا بدكم بيجي بقول انا ما بآمن، والباقيين يقولون معلش انت عود عشان نحن بنكمل الرسالة. لا لا، نحن عيلة واحدة الكنيسة مع بعضنا وبإيماننا وبوحدتنا. مشان هيك رجعوا تذكروا يعني بالأول عن أول جماعات مسيحية يلي كانوا قلب واحد مجتمعين برواق سليمان، وكانوا لأنه مجتمعين بهذه المحبة، لأنه مجتمعين بهذا الإيمان، كانوا عم بيقدروا يعلنوا أنه يسوع المسيح هو حي قائم من بين الأموات. هون ناقش توما بعد. توما قال له إذا أنا ما شفته، يعني إذا أنا ما اختبرت قيامة الرب بحياتي، أنا ما بقدر. هيدا ما بقدر. وتوما مين هو التوأم تبع كل واحد بيناتنا؟ معناتها برجع للي اللي قلته بأول ما بلشنا، إنه ما في يوم المسؤول المسيح قام حقا قام بدون مزيد ونحن شهود على ذلك. كلمة نحن شهود على ذلك معناتها نحن اختبرنا بحياتنا قيامة يسوع المسيح. توما توأم كل واحد بيناتنا، ونحن أوقات بحاجة إنه نقول القائم من بين الأموات هو بعده حامل الجروحات محبته لإلي، وهيدي العلاقة يلي بيني وبينه يلي موجودة بقلب الجروحات بإيديه وبإجريه وبجنبه، هيدي العلاقة ما إلى نهاية. هيدي العلاقة هي علامة الغفران اللامتناهي اللامحدود والرحمة اللامتناهية واللامحدودة يلي ربنا عنده إياها لكل واحد بيناتنا. أنا موجود بكل جرح من جروحات يسوع المسيح، وأنا معه مطرح ما هو، مثل ما هو معي مطرح ما أنا. مشان هيك اليوم يا أخوتي وقت بدنا بهذا الأسبوع نصلي انطلاقا من أحد الرحمة الإلهية اللي عم نحتفل فيه اليوم بهذا الأحد، خلينا نطلب من الرب يعطينا أنه مثل توما نلمس قيامته بحياتنا، تنكون فعلا مع كل الكنيسة أيضا نحن شهود على قيامة سيدنا يسوع المسيح، لأنه نحن أيضا نكون قائمين من بين الأموات. آمين.